كان سمو. وكنا واحد القضيه كانت المناسبه ديال عيد العرش كانوا المدن كيديروا دوك المنصات في الشوارع وهادي وهاد حنا كنا كنشاركوا بداك السكيتش ودابا هذا من ضمن صدق العام خلاص ما يحزنوا كلشي بلا فلوس تحوايج كتجيب حوايجك على كل يعني من هذيك المرحله كانت واحد الفرقه اسمها فرقه القناع الصغير ايه هذه الفرقه القناع الصغير كانت تشتغل في مسرح محمد الخامس وكان المخرج ديالها هو سي عبد اللطيف الشراوي الله يذكره الشراوي المهم انا كنت كنشتغل مع الفنان المقتدر الحاج محمد الجم كنا من الدراسه وحنا حنا صغار كنشتغلوا على كل هذا عبد اللطيف الشراوي شاف شي عرض عزل الحاج محمد الجم التحق بالفرقة القناع الصغير وداز واحد العام هو يجيبني انا تانا الفرقة ديال القناع الصغير وديك الساعة الفرقة القناع الصغير ماشي محترفة شي بالاحتراف يعني كان فيها عباس ابراهيم كان فيها نبيل الحلو كان فيها واحد العلاش لا كانت طيب العجل عاد من بعد يعني كانت واحد المجموعة ديال الجوم نزها يعني كانت واحد المجموعة ديال مهم تفرت كاد ديك القناع الصغير ناظر أستاذ الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات أحمد طيب العجل دار فرقة عاود جمعكم دار فرقة جمع غير واحد ثلاثة ماشي كل شيء أنا والجوم ونزها الكراك اش لقينا في الفرقه ديال احمد طيب العدش لقينا ملكة العماري لقينا احمد العماري لقينا العلاوي لقينا عزيز مهوب لقينا فاطمه الكراكي يعني لقينا واحد المجموعه ديال هنا دخلنا الاحتراف يعني ولينا كان بدايه الاحتراف اشتغلوا كنديروا حكيم قنقون كنديروا النشبه واسمح لي غنقاطعك هنا واحد شويه في البلاطو الاول هضرنا على قصص ملهمه وعلى رواد كبار في المغرب وفي القصص اللي انا هضرت عليهم هضرت على احمد الطيب العلج وما كاينش اللي يقدر يعاود لينا على سي احمد الطيب العلج قدك يا سيدي هذاك من اعمده المسرح في المغرب والدليل القاطع انه ما كتعودش صح احمد طيب العليش لا ما كيتعودش جمع في المهمه ديالو الكثير شي نصوص بحال اللي كيكتبها الاستاذ احمد طيب العليش يعني احنا واحد القضيه غريبه غنقولها لك وبصدق هذا الرواد اللي كيمشي ما كيتعودش صح نعم بصح كيخليو البصمه ديالو هادشي علاش هذا بيان سور بيان سور اللي مشى ما كيتعودش نعم حدا الجيل الثاني كنا كنعوضوا الجيل الاول نعم انا النهار اللي بغيت نتوظف في الاذاعه انا دابا كندقز لك المراحل عيط لي الاستاذ عبد الله شقرون الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات كان هو المدير ديال الاذاعه نعم. الفرقه هذا كان مات الدغمي قال لهم اللي غادي يعوض الدغمي هو احمد الناجي جيبو نعم. يعني كان هذا النوع ديال دابا ما كاين يوم صعيب ان تقول هذا غادي يعوض دابا صعيب نلقاو الخلف ديال ما كتلقاش الخلف ما كاينش قليل وعلاش هذا الشيء دابا كاين يعني نتوما الجيل الثاني عوض لينا الجيل الاول علاش ما كاينش عندنا جيل استمراريه اللي نقدروا نستمروا به في فن كبير ما كاين الاستمراريه ولكن انا اش قلت لك في الاول قلت لك كاين الاجتهاد وكاين غير نقدروا نقولوا دابا ديك القنطره تكسرات ما بين الاجيال يعني نقدروا نقولوا ان تكسرات هذيك القنطره ديال الابداع ما بين الجيل الثاني الخلف ما تقريبا 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 وانت دابا كتشوفي على عينك ماشي زعما انت كتشوفي الاعمال ودابا دابا وفين كاين الخلل ديك الامكانيات كاينه دابا القنوات المغربيه الله يجازيها بخير ويكثر من تلا بحال كلاسيكو ديال مصر يعني كدير الاعمال القديمه وديري مقارنه بين العمل القديم وديري مقارنة بين هاد الأعمال هادي